مصلحة جراحة الصدر في المركز الشفائي محمد السادس بمراكش كتنظم تحت رعاية الجمعية المغربية لأمراض الصدر ورشة عمل حول زراعة الرئة. زراعة الرئة كما كنعرفوا هي المرض الأخير بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من فشل الجهاز التنفسي النهائي واللي كنسميوه لانسيفيزونس ريسبيراتوار ترمينال اللي كتكون ناتج على أمراض الجهاز الرئة. هاد الأمراض قدر تكون بحال تليف الرئة اللي كنقولوا لها تشمع الرئة اللي هي لا فيبروز بيلمونير ولا انتفاخ الرئة اللي هي لونفيزان بيلمونير. دونك هاد الدورة التكوينية كتكون من يومين دراسيين. دونك اليوم الأول هو يوم نظري اللي غيقوموا فيها أساتذة الطب في مراكش بإلقاء دروس نظرية حول زراعة الرئة. واليوم الثاني هو يوم عملي اللي غادي نقوموا فيه إن شاء الله بحصد وزراعة الرئة عند الموديل أنيمال. دونك هاد الورشة التكوينية كتمكننا من تهيئ الظروف الملائمة إن شاء الله لزراعة الرئة عند الإنسان في الشهور المقبلة إن شاء الله. المشاركين كانوا أساتذة الطب اللي عندهم صلة بزراعة الرئة اللي هما أساتذة ديال أمراض الرئة، أساتذة أمراض الأطفال، أساتذة الإنعاش والتخدير، وأساتذة بيان سور لجراحة الصدر. دونك هاد الأساتذة هما اللي شاركوا معنا في اليوم الأول وغادي يشاركوا معنا ان شاء الله في اليوم الثاني اللي يكون يوم عملي. الورشه اللي نظمتها اليوم جمعيه امراض الصدر مع كليه الطب والصيدله في مراكش هي مناسبه باش نوعيو الناس وباش نوعيو حتى مجموعه من الاطباء بالاهميه ديال عمليات زرع الرئه. هذه العمليات اللي هي عمليات معقده وكتستدعي تدخل فرق متعدده التخصصات واللي كنحاولوا ان شاء الله اننا نلونسيوها ونبداو هذا النوع من الجراحه في المستشفى الجامعي بمراكش ان شاء الله وبحول الله.